مجد الله. بدي أشكر الله معكم على أمر أساسي بمسيرتكم كعائلة مرشربيل. هالأمر الأساسي هو المواظبة. من أجمل ما وصفت به الجماعة المسيحية الأولى بالفصل 2 من أعمال الرسل كانت مسألة المواظبة على كسر الكلمة، كسر الخبز والعيش المشترك والصلاة وما يتبع. هيدا كله آخر الأمر له مردود، ومردود كتير كبير. بفرح التقي مع عائلة مرشربيل لأنه أولا في رباط حميم بين هالقديس وبيننا كلنا، وهذا هالرباط بيجمعنا مع بعضنا، بيشدنا لفوق. لذلك بنشكر الله على ما أنتم عليه وعلى ما أنتم فاعلون. أيها الأحباء، موضوعنا الليلي شيق جدا لأنه بيتمحور حول الصليب. رائع العنوان الذي أعطي من العلاء لرجل كان بيتحمل مسؤولية سياسية كبيرة جدا. هالكلمة اللي انقالت بهذه العلامة تنتصر لم تكن من فم بشر بل من العلاء. والعلامة التي أعطيت لهذا الرجل العظيم الإمبراطور قسطنطين لم تكن علامة من عند البشر، بل كانت أيضا من فوق، من عند الذي هو صار جسر عبور بين الأرض والسماء. أولا نتذكر بالعهد القديم بالمزمور اللي بيقول هؤلاء بالعجلات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فباسم الرب ننتصر. عادة الدول والجيوش هن اللي بيعملوا انتصارات إذا كانت هالجيوش مجهزة منيح تدريبا وآليات وكل ما يتبع، وبالتالي تقدر تفكر إنه قادرة أن تنتصر بالقوة العسكرية البشرية والأسلحة وما يتبع ذلك. فإذا بصاحب المزمور ونحن باسم الرب ننتصر، أي متى كان الاسم هو عنده قوة بمواجهة جيوش خيول وعسكر وآليات؟ إذا قارين المزمور 118 باسم الرب أقطعها، أحاطت بي كالدبابير أو كالنحل، باسم الرب أقطعها. ليك فعالية الاسم قديش قوية، بيكونوا هاجمين عليه الأعداء بيشبههم بالنحل الكثير العدد واللي بينقض بسرعة. باسم الرب أقطعها، صار اسم الرب كأنه السيف اللي بيوضع حد للمهاجمين كله. إذا انتقلنا للعهد الجديد، إذا انتقلنا لموضوعنا، كيف يعني بهذه العلامة تنتصر؟ انتصار دائما بده قوة. فإذا شو في قوة هالعلامة؟ شو في قوة بهالاسم حتى واحد يقدر يأمن انتصار؟ وهون لابد من أنه نتذكر لمن عم نحكي انتصار معناتها في أعداء، في جيوش بالمقابل، في خطر مداهم وما يتبع. هالخطر الكبير اللي بيوجنا كيف بدي أقدر انتصر عليه؟ بعلامي باسم الرب. أمر يدعو للتفكير. تاني نقطة حتى نفوت بجو الموضوع، كل انتصار بده مثل ما قلت قوى عسكرية وآليات، ومن الخيل كان يعتبر من جملة وسائل العسكرية. من هو هالعدو لهالقد همني انتصر عليه؟ عأيام قسطنطين يلي لإله اجت هالرؤية هاي وهالكلمات بهذه العلامة تنتصر، كان في له خصوم وكان مضطر انه يكون عنده جيش قوي. بتاريخ الشعوب دائما في
في ناس بتتعدى وفي ناس يتعدى عليها، وبالتالي الانتصار دائما هو حلم كل الشعوب، كل اللي عندهم حروب. انتصار إذن بده يكون قوة كبيرة بتأمنه. تذكروا مثل عطي يسوع مرة فيحكي عن الفهم والحكمة والفطنة. إذا أنت ملك عندك 10,000 عسكري وعرفت أنه في جيش عنده 20,000 عدده ومسلح وأقوى منك جاي يهاجم عليك، فكر قبل ما تهجم بال10,000، روح فاوض، لأنه ما رح فيك ليه، رح ينتصر عليك. بالنتيجة موضوعنا نحن الليلة هو مسألة أنه لازم ننتصر. المسألة الانتصار حاسمة بدها تكون. ممنوع المؤمن بصليب المسيح أنه ينهزم. اللي بده ينهزم هو الشيطان، واللي بده ينهزم هو الشر والشرير. كيف بدي يكون أنا قوي بهالعلامة هاي وأقدر أنتصر؟ الموضوع إذن موضوع شيق نفكر فيه، لأنه هالعلامة اللي بها سأنتصر كانت علامة مخزية جدا، مخجلة جدا، مذلة. كيف بدها تصير أداة خلاص وأداة انتصار؟ كونوا أكيدين أنه لمن مرة قال يسوع قدام الرسل ابن الإنسان سيصلب، ولع مر بطرس قال له حاشا لك أبدا، أنا بروح معك ما ممكن. قال له سر ورائي يا شيطان، منك فيهم شيء. بالنتيجة أول ما نشأت الكنيسة كانت مسألة الصليب عقدة، كانت مسألة الصليب مشكلة، لأنه كان في نقاد وثنيين وغير وثنيين. شو عم بيعملوا؟ عم بيوجهوا نقد قوي جدا للمسيحيين. شو عم بيقولوا له؟ عم بيقولوا للمسيحيين من هو هيدا هاللي علق على الصليب وجايين عم بتبشرونا فيه؟ إنسان أذل لهالدرجة وعذب إلى هالدرجة وعلق على عود الصليب يلي هو مش بس للتعذيب، هو للإذلال وللقتل وللإعدام، جايين تبشرونا فيه؟ بيكون شي بعقليتكم؟ في عنا أقوال مدونة قديش تمسخروا على المسيحيين إنه جايين عم يبشروا، مثل ما قال مر بولس بعدين بشر بيسوع مصلوبا. شو يعني إله علق على صليب ومات واندفن وجايين تفنصوا علينا تضحكوا علينا تقولوا إنه لا ما مات ما أعدم ولفظ أنفاسه، جايين تقولوا لنا إنه قام من بين الأموات وإنه هذا الصليب اللي عليه عذب جايين تفتخروا فيه كمان؟ مسألة كانت مسألة حرجة جدا، إلى حد إنه أهل كورنثوس إجا وقت قالوا له مرقس شو عم نعمل نحن؟ خلينا نرجع لآلهتنا يا عمي، هودي الرومان والوثنيين واليونان عم بيتمسخروا علينا، عم نعبد إله مات أضعف من هيك فيه بعد؟ آلهتنا قوية ومنفتخر بآلهتنا، جايين تقلنا افتخروا بيسوع الذي عذب وأذل وعلق على الصليب وحتى تلاميذه تركوه؟ عم بتبشرنا في شو هيدا؟ طر مر بولس يقول له نعم إني أبشركم بيسوع مصلوبا. هالموضوع إذن لك قديش شكل معضلة للكنيسة الأولى، طبعا مش بكل أبناء الكنيسة، ولكن اللي كان مر بولس عم يبشرهم من مدينة ومن بلدة إلى أخرى، كان عم بيعين الأمرين من التشكيك من التمسخر وما يتبع ذلك. أولا حتى نحط هالموضوع بإطار التاريخ، تعرفوا الخبرية صارت متداولة ومعروفة إنه قسطنطين سنة 312 كان جاي من فرنسا ووصل على أول روما قبل روما بشوي،
لأنه في حدا ناطره خصم لإله عدو لإله، ومن نتيجة اتمهل. وبالليل رأى حلما وسمع صوتا. ذكر إنه الأنبياء بالعهد القديم بالليل كانوا يشوفوا أحلام مصدرها من العلاء، كانوا يسمعوا صوتا أيضا وأيضا مصدره من العلاء. هذا اللي صار مع قسطنطين، شاف أول اسمين، أول حرفين من اسم يسوع المسيح باللغة اليونانية، وسمع هالصوت بهذه العلامة يلي هن اسم يسوع المسيح بدك تنتصر. وبوضح النهار شو صار؟ أمر تاني، شاف صليب ورا الشمس وأكبر من الشمس، ودلوا قال له بهذه العلامة تنتصر. بالواقع هالحدث مسجل، واللي سجله مؤرخ من قيصرية اللي هي بفلسطين، مدينة قيصرية كانت كتير مهمة، كان فيها مكتبة رائعة جدا، وفي القرن السادس أبيدت المكتبة. فكان عندنا من هونيك مؤرخ اسمه أوسابيوس إزاب القيصري، كتب تاريخ وبيقول إنه سمع خبرية هالحلم وهالكلام لقسطنطين، سمعه من فم الأمبراطور شخصيا وسجل ما سجل بهذا السياق. بالنتيجة هالأمر هيدا خلى قسطنطين يستجمع كل قوى الشخصية، صار قوي لمن شاف بهالحلم وشاف بالنهار وسمع هالكلمة. هيك الأنبياء بالعهد القديم بس كانوا شوفوا رؤية سماوية ويسمعوا صوت إلهي يصيروا هني أقوى من كل اللي هني بيوجهوا. إرميا لمن الله دعاه كان عمره 17 خاف، قال له بعدني ولد، قال له ما تخاف أنا معك، محل ما بقلك بتروح واللي بقلك إياه بتقوله ما تخاف. رأى رؤى وسمع صوتا، بعمر 17 صار هو الأقوى وانطلق يقوم بدوره النبوي. هاي الأمبراطور قسطنطين بعد ما شاف هالرؤية حرفين اسم يسوع المسيح والصليب بوضح النهار، وبعد ما سمع الصوت صار هو الأقوى، وبالتالي لمن إجا وقت المعركة انتصر قسطنطين، واعتبر إنه هذا الانتصار مش جاي بقوته العسكرية أبدا، إنه عطية من العلاء. تذكروا مني أمه القديسة هيلين فورا شو عمل على الصعيد المادي للموضوع؟ أمر إنه كل الرايات لعسكره تحط إشارة الصليب، أمر أن يسك عملي علي إشارة الصليب النقد يعني العملات، ثم عمل خطوة عكس اللي كان عم بيصير قبله على يد الأباطرة السابقين يلي اضطهدوا الكنيسة حتى الاستشهاد الجماعي، تدمير بيوت، تهجير مسيحيين، سوق إلى العذاب، وكل ما بيتصوروا عقل من عمليات تعذيب واضطهاد وتشريد وتعليق على الصلبان. كل هالأمور كانت عم تصير بشكل عنيف جدا ضد المسيحيين بالقرن الأول والثاني وصولا لأوائل القرن الرابع مع قسطنطين. بسنة 313 إذن لمن صار هالحدث العظيم وانتصر قسطنطين، عمل الأمور اللي ذكرتها وأضاف إليها ما يلي. كل شيء كانت الأمبراطورية شلحتهم إياه للمسيحيين، بيوت ومعابد وأملاك وغيرها، ردلهم كل شيء. الأمكنة العبيد التي هدمت رجع عمر مثله وأجمل وأكثر. أيضا وأيضا جعل نهار الأحد كأنه نهار رسمي بالأمبراطورية، وأيضا لك قديش اهتم نظم الزواج بروح مسيحية. كل الأشياء اللي لازم يعملها إذن بعد اهتدائه للإيمان عملها بسرعة، وتوج ذلك كله بشو نسميها براءة ميلانو، إدي دو ميلان. بسنة 313 أخذ إجراءات قوية جدا
منع الاضطهاد للمسيحيين، إيقاف الاضطهاد وأعطاء الحرية للمسيحيين أنه يبشروا يمارسوا إيمانهم، وكل ذلك كان لأن الصليب هو كان وراء كل هذا. بهذه العلامة تحول قسطنطين من أمبراطور وثني إلى أمبراطور مسيحي، وكان الصليب أمام عينيه في كل حين. إذن بالصليب غلب قسطنطين وانتصرت الكنيسة. بدناش نقول انتصار بالمعنى العسكري، مش هذا همنا ولا ندفي. ليش هالموضوع هالقد مهم؟ هالموضوع التاريخي بالأول، لأنه ذكرت قبل شوي المعاناة اللي عانوها المسيحيين بسبب الاستهزاء الشديد بالصليب والتبشير بالصليب وعبادة إله ميت بنظر الوثنيين. هذا إله كنا عم تخبرونا، هذا إله مات ودفن، تضحكوا علينا بتقولوا لنا قام من بين الأموات، وين عم بيقوم الناس من الموت؟ أمور كثيرة ضايقت المسيحيين الأوائل، واضطر القديس بولس أنه يواجه، ومواجهته كانت بأنه تكلم على الصليب برسائله أكثر من أي كتب العهد الجديد. صار عندنا لاهوت الصليب بفضل ما كتبه مرمولوس. ليه هالقد؟ لأنه بالوقت اللي كانوا الوثنيين وحتى بعض المسيحيين يلي كانوا جداد بإيمانه كانوا عم بيظهروا قلة احترام للصليب المقدس. بالوقت اللي كان الصليب بالواقع حماقة وجنون، هودي يستعملون للوثنيين واليهود، وعنوان العار، كل هودي جعلت مربولوس ياخذ الموقف يلي هو صلب جدا. لأنه مربولوس خلال 20 سنة بين موت يسوع وقيامته وبين اهتدائه، ثم ب20 سنة تبشير، كان مربولوس هو بذاته عم يكبر بفهم سر الصليب، وهو اللي حكي عن كلمة الصليب وسر الصليب والخلاص بالصليب، والأهم الأهم إنه هذا صليب المسيح. كيف منقول نقلا عن مربولوس برسالته إلى أهل روما بالفصل الأول أي 16-17، قال الإنجيل هو قوة، هو قدرة، هو ديناميس أو دينامو. الإنجيل هو دينامو لكل من يؤمن. بنظر مربولوس الصليب أيضا هو إكسوسية، قدرة، قوة. من هيك باسم الصليب تجري العجائب، وبقوة الصليب تطرد الشياطين. الفضل كبير إذن لمربولوس لمن بلش يبشر وعمل اختبار 20 سنة تبشير، قديش كان فعلا عم يكبر بفهم سر الخلاص اللي حققه يسوع المسيح. ما في شك إنه بولس كان ملفان عالم كبير، لأنه درس في أورشليم عند قدمي جملئيل، بيعرف تماما الدين اليهودي، العهد القديم، تقاليد الآباء، بيعرفهم منيح. ولذلك لما كان بعده بيهوديته المتعصب القاتل، كان عم يعمل ما لا يعمل ضد الصليب وضد المسيح وضد الكنيسة الأولى. قديش بدكم، قديش بده ياخذ وقت انسان مثقف لهالدرجة حتى يطلع من ضلاله؟ بدي يقول علمه قال عنه يوما ما يوما بعد مدي حسبت كل شيء كذب لي لأربح المسيح، ما أش أعتبر شيء. صار عنده كل الغنى، كل المعرفة، كل الحكمة، كله بيسوع المسيح. لمن وعي لهالموضوع كتب اللي كتبه عن الصليب المقدس. من هيك بده يصير صليب العار بالنسبة لمربولوس القوة، القدرة، موضوع الافتخار، به ننتصر. هذا الأمر بيخلي كل اللي مؤمنين بربنا يسوع المسيح أيام مربولوس
وبعد ما بولس صار عندهم مرجع يفهموا ما هو الصليب وليش بأي قدرة ننتصر بالصليب وكيف منفتخر بالصليب. بعد ما كنا نستحي فيه ونخجل فيه صار هو راية افتخارنا. منقول كلمة راية لأنه قسطنطين أيضا حط على كل الرايات تبعه للعسكر حط إشارة الصليب. حب ذكر هون بهالموضوع بداية ليش هالقد صليب ربنا يسوع المسيح كان قبل ما يصير ما صار عليه من عنوان فخر وقدرة وخلاص وما يتبع شو كان بالأول؟ بعدنا الفرس لحقنا لليوم هن اللي اخترعوا الصليب قبل أي ناس. الفرس يعني عارفين وين؟ يعني عند إخواننا بإيران. بالنتيجة بلش هونيك التعذيب على الصليب. نفهم إنه كل الشعوب استنبطت أسوأ أنواع أدوات التعذيب. إذا بتشوفوا أوروبا شو كان عنده أدوات تعذيب مخجلة جداً ومؤلمة جداً. إذن يا أحبائي كنا عم نحكي شوي نبذة تاريخية عن الصليب ونشوءه بدءاً بالفرس ولكن من استفاد باستعماله هن الرومان. يعني مثلاً مرة واحدة من المرات 2000 يهودي معلقين على الصلبان بفلسطين، 2000 رجال معلقين على الصلبان لأنه هؤلاء 2000 كانوا عم بيقوموا بثورة انتفاضة ضد الحكم الروماني وبالتالي لم يرحم الجيش المحتل الروماني لم يرحم 2000 معلق على الصليب. نحن شفنا وقت صلب يسوع في 2 واحد عن اليمين واحد عن اليسار استكترنا له شيء كتير مؤلم بس تصوروا 2000 رجل معلقين على الصلبان. في واحد يهودي عاش على أيام يسوع وكان بالثورة سنة 67 بعد المسيح لمن قاموا اليهود عملوا انتفاضة ضد الرومان وانتهت بتهديم هيكل أورشليم وتشريد اليهود وقتل الآلاف منهم إلى آخره بقيوا مشردين لسنة 1948 لما أسسوا دولتهم. شيء مؤلم هالأمر اللي كان عم بيتم وقتها تعليق هالقد بشر بأفواج متتالية آلاف آلاف من اليهود. والأمر الثاني كانوا يعلقون على الصلبان ويحطوا النار يولعوا النار فيهم يتركون يموتوا عمهنوا على نار خفيفة. أمور من هالنوع كيف يتصورها الإنسان؟ كيف بده يصير هذا هالصليب بالذات يصير هالقد شيء مؤلم ويصير هالقد شيء مفرح به ننتصر وبه نفتخر. مربولوس كتير كان واعي هالموضوع. كنت عبول عن يوسيفوس إذن المؤرخ اليهودي يلي كان ضابط بالميليشيا اليهودية المنتفضة على الرومان شاف إنه الحمل تقيل قال لهم للعسكر اليهودي الميليشيا تبعه ما راح فينا للرومان تعالوا نستسلم ونقول لهم خلص سامحونا. رفضوا ترك اليهود هو يهودي وانضم للرومان قال لهم بدي أقول لكم ليش نحن عاملين انتفاضة من خلال مؤلفات كتب. النتيجة قام كتب كتاب واثنين وثلاثة باللغة اليونانية وعطاهن إياهن للرومان حتى يدافع عن شعبه. شو بيقول يوسيفوس؟ تقريبا كتب بعد السبعينات من القرن الأول بيقول ما يلي حرفيا استنادا لإله. كان الصلب يستعمل ضد قطاع الطرق الذين يثيرون القلاقل ويحرضون على الثورة. بيقول إنه أسوأ أنواع التعذيب الأكثر وحشية والأكثر إهانة الذي ينزل بالعبيد. ليش عم ركز على النقطة السلبية جدا؟ تشوف قديش مع لاهوت مربولوس مع اللي كتبوه بعد مربولوس الإنجيليين كيف صار الصليب إلنا علامة افتخار وكيف صار به ننتصر. عندنا بالسريين موجودة بإليج
بوخ دقار لبعيل بوبين وبشموخ دوس السني بك نقهر أعداءنا وباسمك ندوس عليه إلى آخره. النتيجة نحن قدام إيلي فعلا مؤلمة. أما بالنسبة لمربولوس فحول الصليب مما كان عليه إلى موضوع البشارة، بل صار الصليب قلب البشارة المسيحية. لاهوت مربولوس حول الصليب بتشوفوه مليله رسائله بطريقة واضحة وبطريقة غير مباشرة، قد ما اقتنع وقد ما قال أنا صلبت مع المسيح. نحن بنعرف أنه مربولوس لم يصلب، قتل بقطع الرأس، بس وحده مربولوس فهم أهمية الصليب وقال هالكلمة اللي ما حدا غيره قالها، أنا صلبت مع المسيح. ليه؟ طبعا كان صار يعرف بالعمق تفاصيل آلام يسوع، مش بس وقت اللي ألقي القبض عليه وحوكم وجلد وعذب وكل بالشوك وحمل صليبه وعلق على الصليب. 3 سنين كان يسوع عم يتألم. تذكروا شو قال لسمعان لعذراء مريم لما كانت هي ويوسف عم بيقدموا يسوع بالهيكل، وأنت سيجوز سيف حزن في قلبك. سيف الحزن كان مرافقة للعذراء من أول 3 سنين بشر فيهم يسوع المسيح. دايما قلب على ابنه، كانت تعرف شو عم بيصير، كانت تعرف إنه كذا مرة حاولوا يلقطوه تيقتلوه، كانت تعرف كذا مرة أهل الضيعة أهل المدينة تبعوا الناصرة كيف احتقروه كيف طردوه، كانوا بدي يلقطوه روح يضبوه بدهم يضبوه، قال شو بو بعقليته. كلهم هاو العذراء كانت شايفتهم، وبالتالي كل هودي كان فهمهم مربولوس وحاول بلاهوته إنه يحط الصليب بقلب البشارة المسيحية، حط الصليب بقلب الجماعة المسيحية. وبالتالي حلو الصورة اللي نشوفها ومنسمعها، الصليب كأنه فاتح ذراعي الرب يسوع تيضم الكون كله إلى قلبه وإلى قلب الآب السماوي. منذ صلب يسوع أضحى الصليب إذن علامة الحياة المسيحية المتطابقة مع حياته. ما في مسيحي بيقدر يكون مسيحي من دون الصليب. اللي بده يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يسوع لكان هو اللي مؤسس لاهوت الصليب قبل بكتير من مربولوس. اللي بيحبني بده يتبعني كل يوم، بده يترك كل شيء تما يكون في أعباء مادية عليه ويحمل صليبه ويتبعني. إذن شو بيصير الصليب؟ صار هو علامة أيضا للي بده يعمل المسيح. صار علامة لي. تتذكروا يسوع لمن بلشوا الجنود الرومان بتعذيبه بجلده بالاستهزاء، جردوه من تيابه، جردوه من تيابه إذلالا، وتيقدر يجلده مثل ما بده. اللي بده يتبع الصليب بده يحمل الصليب. تيقدر يحمل الصليب ما فيك إلا ما تسمع الكلمة اترك كل شيء تقدر تتبعني تحمل الصليب. ما حدا بيقدر يقول أنا مسيح عن جد وقلبه مشدود لتحت لأمور هالدنيا. برسالة مريعقوب لليومين في محل بيقول من أين فيكم الخصومات؟ أليس من لذاتكم التي تعبث في أعضائكم؟ تشتهون بدكم تحصلوا ولا تحصلون فتفشلون فتتقاتلون إلى آخره. وحده التجرد عم بقولها لكل مسيحي ولإلنا الرهبان، وحده التجرد بخلي المسيحي يصال إنه يصير مسيحي. إذا نحن بحالة تقهقر بمجتمعنا المسيحي لأنه في شيء من النهم، تما نقول كلمة أسوأ، في شيء من النهم،
في هرولة مجنونة وراء المقتنيات المادية. ما فيك تحمل الصليب وانت مثقل بخيرات هالدنيا. عم سميها خيرات لأنه من عند الله، بس الله قالنا هالخيرات تتعيشوا وتكبروا وتكون لكم الحياة، مش لتكدسوها وتصير هي فوق وانتوا تحت وعم تعبدوها. لذلك حب الصليب بيتطلب نسمع كلمة يسوع: اترك كل شيء واتبعني، لأنه اللي بده يتبعني بده يحمل الصليب ويقدر يتبعني. هالموضوع حساس جدا، وبالتالي لي بعد هالقد مهم. شيء مهم بإنجيل يوحنا: مين كان واقف عند أقدام الصليب؟ يلي هني الأقرب إلى قلب يسوع واللي أكثر شيء حبوا ليسوع: أمه العذراء مريم واللي اسمه لأبو الحبيب يوحنا. لاحظوا الإنجيلي يوحنا قديش كان دقيق بكلامه، كأنه حاطت العذراء عند أقدام الصليب وتحدق إلى ابنها. هذا الفعل، ويوحنا عند أقدام الصليب ويحدق إلى الحبيب المعلق على الصليب. من التحديق إلى المصلوب ومن التحديق إلى الصليب يتولد الإيمان. قلت مرة للرهبان إخوتي، قلت لهم الكنيسة إذا كانت سمحت لنا كرهبان نبني كنيسة بدائرنا، لأن الراهب مفروض أنه معظم وقته يكون قدام الإربان، معظم وقته قدام الصليب، إما ساجداً وإما جالساً وإما إلى آخره، والعينين محدقتين إلى المصلوب، إلى الصليب، إلى بيت القربان المقدس. من التحديق تتولد العلاقة الحميمة، من التحديق يتولد الإيمان. وأكثر من هيك، لما الإنسان عنده عمق روحي بحياته، ولا يمكن إلا وقت اللي بيكون محدق للصليب إلا ما يصير في حديث بين المصلوب وبيني، بين الصليب وبيني، لأنه الصليب يلي هو خشبي، يلي هو عود يابس، هذا الصليب هو العود الأخضر، هو اللي بيلهمني إشياء كتير. اللي بيحب الصليب بيكبر، ببطل يسأل عن آلام هذا الدهر، بيصير عايش في الفرح حتى لو كانت الآلام تحيط به من كل جانب. الصليب بيكبرنا، الصليب بيخلينا نحس إنه قادرين كما قسطنطين أن ننتصر. ممنوع المسيح يكون إنسان عايش مهزوم، ممنوع المسيحي اللي الصليب قدام عيونه يضل خايف شو بده يصير فيه. كل واحد بخاف بينهزم، نحن مش معمولين للهزيمة. خايفين نحن بهالايام انه معهم سلاح اكثر منا، عندهم جيوش مدربة، عندهم انفاق تحت الارض، عندهم مسيرات، نهبين الدولة معهم اموال، كل هالأمور وعدده. والنتيجة شو؟ ليش هود 12 اللي كانوا رسل يسوع المسيح ربنا، ليش كانوا 12 بس ضد آلاف وملايين الشعوب؟ اقتحموا وبشروا وقلبوا الدنيا رأسا على عقب، والشي اللي كان للإذلال الصليب صار هو المرتفع على أعلى الجبال. ليش منعمل منزور 7 كنائس بأسبوع الآلام؟ لأنه تلير روما يلي كانت هي القاتلة ارتفعت الصلبان على التلال 7، ومن جملتهم تلت الفاتيكان. النتيجة ما بيجوز أبداً يا أحبائي يكون نحن اللي منحط الصليب على وجنا، معلقينه بصدورنا، حاملينه بقلوبنا، ما نشعر حالنا أنه نحن ضمن أسوار منيعة. أحبائي، ليش عم بقول هالكلام؟
ودخلت نتفي بجو وضعنا في لبنان، لأنه عنوان تأملنا بهالمساء بهذه العلامة ستنتصر أو تنتصر. ما بيجوز أبداً الوضع السائد في لبنان حالياً ينسينا أنه نحن قادرين نكون أقوياء. ما بعرف إذا خبرتكم مرة شو صار مع أحد الرهبان بسنة 75-76 بداير مرجيريس بن نعمي. كان في عدد من الرهبان وفي مخيم فلسطيني تحت الدير في تونيل بحارة النعمي رميق لجوه، هجموا على الدير، قدروا الرهبان اللي بعدهم قادرين هربوا بالحراش. بقي راهب حجمه صغير هالقد، كان اخر سنوات حياته بدير مار انطونيوس اسحية واسمه بوناطانيوس نصر. خبرني لإلي بفمه هو لمن ما قدر يهرب بقي بالدير وحده. وصلوا الفلسطينيين كسروا نهب وعملوا البدونية، وصلوا على الكنيسة وكانوا لقطوا للأبونا جرجروه على الكنيسة، لقطوا الصليب عن المذبح رميوه بالأرض، قالوا له دعيس على الصليب. طلع فيهم هيك وحاملين الكلاشين عليه موجهين، هلا بتدعس على الصليب. طلع فيهم هيك قال لهم اسمعوا 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 قبل ما تقولوا دعيس على الصليب، بدي اخبركم شو صار بدمشق وساعتها بتفهموا ليش ما راح ادعس. قالوا له شو صار؟ قال لهم بدمشق بالكنيسه هجم الجيش الاسلامي، كب الصليب بالارض ودعوسوه، بس دعوسوا ماتوا بوقتها، ما راح يدعس على الصليب. لقطوا لمه، ما حدا استرجع قال له كلمة، انسحبوا وبقي وحده رد الصليب على المذبح. هاي خبرية تاريخية هم خبرني اياها، الله يرحم نفسه مدفون بإسحية. عم بقول هالكلام تقول شغلي، كنت عم بقول المسيحي ما له حق يكون ضعيف أبدا. عم بقول هالكلام لأنه اليوم في إحباط وفي خوف وفي قلق مغالى فيه، طبعاً كلنا شايفينه ما حدا أعمى، بس إذا خفنا وأحبطنا وفقدنا الأمل أكيد رح نخسر. ببطل في مفعول لي بهذه العلامة تنتصر بنكون حطينا على الرف. نحن بهذه العلامة ننتصر معناتها مطمنين بيننا، مؤمنين إنه كلمته ما بتصير اثنين. وبالتالي تأملنا الليلي إله بعد وجودي، منه عم نعطي درس لاهوتي نظري ولا عم نستعرض شو علم مربولوس، كله مهم، بس اللي عم نقوله بده يتغلغل لجوا لقلبنا لعظامنا تترجع عظامنا تكون شديدة وقوية وصلبة. هالأمر هيدا ليه؟ لأنه إذا نحن عم بحكي كنيسة لبنان بشكل عام، إذا نحن كنيسة لبنان ضعفنا لهالدرجة وبلشنا نبيع أراضي وبلشنا نهاجر وشو بدي بهالشغلة بدي أحمي راسي إلى آخره، منكون ضيعنا وجهتنا السليمة، ضيعنا دورنا. عنا رسالة نحن، منا هون كرمال سود عيوننا وبس، نحن هون لأنه هون بدنا نشهد للمسيح وهون بدنا نحمل إيماننا. ما نخاف، عملنا نوع من الوثائقي السنة الماضية عن المجازر اللي صارت بحق المسيحيين بلبنان وتحديدا بجبل لبنان وتحديدا أكثر بحق الموارنه، وحكينا بهالوثائقي عن بطريرك حجولة البطريرك جبرائيل. وهم بدي مرق كلمة في شخص عزيز جدا على قلبي اسمه سليم بدوي، ما أعرف إذا حدا بيعرفه. سليم كاتب عايش ببلجيكا، كاتب رواية ولا أجمل من هاي اسمها البطرك مسعود، يلي هو البطرك حجولة محل ما دفنوه هونيك
مدفون شيخ اسمه مسعود، بقى هناك مدفون، وبيشوفوا إخواننا المسلمين ضو بهذا المكان، بيروحوا بيصلوا تيجين أولاد بهذا المكان. هالأبطال هودي اللي تعرف إنه بترك حجولة قدروا يخبوه، جابوه من إليج خبوه بالأول مدي، صاروا المماليك يقتلوا تيعرفوا وينه، هربوه على ضاية عجولة حطوه بالحرش، صاروا ياخذوا له أكل إلى آخره، عرفوا إنه ممكن يكون راح ضايته، صاروا يقتلوا ناس بضايته ومطرين وغيره، بده يعرفوا وينه، بس عرف راح هو قال لهم راح سلم حالي للمماليك، ما بدي بقى يموت حدا بسببي، سلم حاله، راحوا هونيك بطرابلس حرقوه حيا. كاتب كتاب سليم بدوي كتير حلو اسمه البطرك مسعود، يا ريت كلكم تقروه كتير حلو. نتيجة كيف رجال بطرك بيقول لك أنا في ناس حرصين رايبي وجيش وإلى آخره، كان بيقدر يدل على قيد الحياة، فضل أن يصلب لأنه علقوه وحرقوه كأني به صلب، وصار ذبيحا كسيده يسوع المسيح. هذا هو اللي انتصر مش اللي حرقوه. نحن بهذه العلامة بقوة الصليب سنبقى ننتصر. أحبائي بعتقد الموضوع إلى حد ما هذا هو، أو دي أهم النقاط بالإيجاز الشديد، لأن الموضوع يطول ويطول، بدنا سهرة مثل اللي عملها مربولوس، قد ما طول بالحكي إلي بالصابع عن الشباك كان مات، فما ما راح نطول أكثر من هيك. إذا في مداخلات أو في تعليقات نحن لها، وشكراً.